معناه النشأة والنقاء. الله اليوم الحساس، اليوم المفعم بالحب مع الأطفال ومع البراءة. معنا اليوم عمو يزيد. نقول لك عمو يزيد ولا شاب يزيد؟ عمو يزيد بتتعلم اليوم. عمو، معنا عمو يزيد، مرحبا بك. يطول عمرك، شرف كبير أني اليوم نتقاسم مع هاد الأطفال هاد الفرحة نتاعهم في هاد اليوم العالمي هذا، اللي بالنسبة لنا احنا أنا نظن مواطن عادي عنده مسؤوليات تجاه المجتمع نتاعو وتجاه الأطفال، ما بالك فنان عنده مصداقية والناس تحبه. أنا نظن المسؤولية نتاعو مضاعفة، إذا لازم تكون عنده يحاول في كل مرة يمرر الرسالة. ورسالتنا اليوم هي رسالة، هي التفاتة لهذه الشريحة، وخاصة أنا ننضم للكفاح نتاعهم اللي هو التمدرس والإدماج. هاد الشريحة هذه